بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في ورشة الخط العربي. راح نتكلم في البداية عن أول نقطة وهي نوعية الورق، ويفضل الورق كوشيه ناعم أو أي ورق ناعم آخر. الهدف من ذلك أن الورق العادي يسبب تشققات في أطراف الكتابة، وغالبا نهاية الحروف لن تخرج سليمة بسبب خشونة الورق. النقطة الثانية التي راح نتطرق لها وهي كيفية مسكة القلم، وتكون بهذا الشكل: نضع نقطة بكامل القلم بشكل مائل، قد يضع البعض ربع نقطة أو نصف وهذا خطأ، نريد أن تضع نقطة كاملة بشكل مائل، وتكون الكتابة بهذه الطريقة وبشكل رأسي. أيضا بالنسبة لأنواع الأقلام، يوجد الأقلام القصب المصرية أو الإيرانية، أيضا هذه النوعية تتميز بأن فيها فتحة في الوسط أو ما يسمى في مخزن الحبر، وهذا ما يميزها عن الأقلام الأخرى، بحيث أن الحبر يدوم مدة أطول من الأقلام الأخرى، وهذا مثال. أيضا توجد هذه الأقلام الجاهزة، وأرى أنها في البداية قد تفي بالغرض، هذه الأقلام، وأيضا يوجد قلم نون. جميع هذه الأقلام تفي بالغرض مبدئيا، أهم شيء أن يكون القلم برأس مائل أو مشظوف. التمرين الأول بإذن الله راح يكون بهذه الطريقة: نضع خط في البداية، ثم نضع 3 نقاط، خط آخر في الوسط، 3 نقاط أخرى، بمجموع 6 نقاط، وهذه هي قاعدة حرف الألف: 6 نقاط بسمك القلم المستخدم، نقطة في الأعلى، نقطة في الأسفل، ثم يبدأ حرف الألف، بداية من الخط العلوي ونهاية في الخط الأسفل، ثم صعودا وهكذا. يبدأ الحرف من هنا، هذا حرف الألف، وهكذا أصبح الحرف لاما. أيضا مرة أخرى ألف ولام بهذا الشكل. طبعا هذا ليس درسا لحرف الألف بقدر ما هو تمرين لليد وتليين لليد على البداية في تعلم الخط، ولأن الخط الديواني خصوصا يعتمد على صعود الحرف ونزوله، فلو نلاحظ أكثر الكلمات فيها المد من الأعلى أو للأسفل أو من اليمين لليسار وهكذا. مرة أخرى نضع 6 نقاط ونضع الأسطر، ونقوم بكتابة حرف الألف واللام مشبوكة ببعض، ولو اختلف الوزن والنقاط من حرف لآخر، أي لو اختلف المساحة الفارغة من الحرف هذا إلى الحرف هذا، فلا مانع من ذلك، لأن الهدف من هذا التمرين هو تعويد اليد على الصعود والنزول. قاعدة حرف الألف لم نتطرق إليها بشكل مفصل وبالوزن المفصل، سنتطرق إليها في درسنا الأول بإذن الله. المطلوب هو أن نكتب حرف الألف واللام مكررة متصلة ببعض وفي السطور التي وضعناها. المطلوب من جميع المشاركين هو أن يضعوا لنا أو يرفقوا لنا صور من تطبيقاتهم، وسنقوم بإذن الله بعرض قاعدة حرف الألف على شكل صورة لكي يسهل للجميع محاكاتها بإذن الله. أود أن أقدم الشكر لكل من الأستاذ القدير والغالي أحمد عامر، وبداح الجلمود، ومحمد الكاف، وعبد الرحمن الثقفي، وأبو جابر، وكل من شاركنا ولو باقتراح أو نصيحة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقدم هذا الدرس محمد الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.